السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على هذا اللعاب الجديد المهدي لاريس، يعني من قال لهم ما جيتش باش نقعد في الاحتياط وسأفعل المستحيل لإقناع المدرب. على بالنا انت تنجم تديرها، يعني نسمعوا هنا شاهدر مسكين. Moi, je suis très heureux d'être ici, très fier d'être convoqué pour la première fois. C'est mon pays, c'est le pays de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère. Je suis très fier d'être venu ici, d'avoir fait ce choix. Très heureux de l'appel du coach. Alors oui, je suis un peu triste parce que l'Algérie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est comme c'est un fait, mais il y a d'autres échéances à l'avenir, dont la Coupe d'Afrique. Bien entendu, et on a des matchs pour préparer ça, donc je suis très heureux d'être ici et je suis là pour créer des problèmes au coach pour qu'il, même si la concurrence est très élevée, moi je suis là pour tout donner, pour avoir le maximum de temps de jeu nécessaire. Est-ce que tu es prêt pour la concurrence et gagner une place dans l'équipe ? Bien sûr, comme j'ai dit, je suis déterminé. Moi je ne suis pas venu ici pour rester sur le banc, moi je vais tout donner pour avoir le maximum de temps de jeu possible. Ah, ونزيدو نديرو التصريحات تاع اللاعب المنتخب الوطني العريبي فانيك مسكين، نديروه ومن بعد نهضرو حنايا. نشكر مدرب المنتخب الوطني، أول حاجة نشكر مدرب المنتخب الوطني اللي دا فيا ثقة واستدعاني لهذا التربص. راح يكونوا زوج مباريات راح يكونوا وديتين، ما يخفاش بلي ميم كيكونوا وديتين لازم علينا نفوزو. إن شاء الله واحد يخدم في لي زونطريمون هاد ستاج، ان شاء الله الى جاتو لا شونس، الله ان شاء الله يبروفي باش يرجع باش يبدل وجهه النظر تاع الناس. يعني كريم، اشاده من المدرب من المنتخب الوطني تكلم عليك من الصحفيه، قال انه عنده امكانيات، طريق لعب وتتماشى، هذا الامر يحفزك انت باش تقدم افضل؟ بيان سور، اول حاجه كما قلت نشكر المدرب اللي دار فيها ثقه كبيره. ان شاء الله قلت لك واحد يكون على روتير، ان شاء الله كي تجي الفرصه ان شاء الله يا ابراهيم يا خويا، الصاحبين نقول لك الاولى غادي نتكلموا على هذا لاريس. انت هدرت كلام منطقي، وخاصه المباراتين هذو لي نورمالمون، يعني باش يكون في علمك. ربما صح لا كاش دار بلي خمم هذا المدرب، خمم كذب كيسموه بن عياده، ولا ما يلعبش بن عياده، يلعبك انت امام المالي، خاطر المالي جاتك بايكيب يا المدرب. المالي راهي جاتك بايكيب ثانيه، منتخب ثاني، ما جاوكش كرون كومبلي. راهي تما راهي الطريق مفتوحه امامك باش تلعب هذا العريبي، تلعب خاطر حنا بن ناصر انا نعرفوه، بن ناصر نعرفوه، ماندي نعرفوه، بن عياده، عطار، بن سبعيني، محرز، هذو كاع نعرفوه، هذو نعرف سليماني كاع نعرفوهم، بلايلي كاع نعرفوهم، هذو نورمال عادي. هاي جاياتك ايكيب ثانية السويد، وغادي تلعب لك هاديك لاسياد هاديك، وغادي تلعب لك دوزيام ايكيب، راه صرح بها لونترينر، قال لك أنايا الأربعاء غادي نلعب أمام المكسيك بمنتخب الاول والثاني امام الجزائر، صرح خاطر علاه نتوما قلعتوا هذيك ما بغيتوش تهضروها، بيتردوها لنا مباراه عالميه، هي مباراه تدريبيه كي حدا كي هما، راهم يسيو المالي جايه تبني، المالي كاع العام كيما هاك، المالي كاع العام كيما هاك جايه باش كاش مال لونترينر يخطف فيهم حتى سته ولا سبعه تاع الجواره برك، هذا مكان هما كيما راه اللي جاونا في الصيف 2020 الصيف، جاو فانيك جا مقال لك الكارديا ميلعبو كوب دافريك، ميلعبو كوب دافريك، أبار الكارديا برك اللي شفناه في كأس إفريقيا، الكارديا برك ووصلوا كارديو فينال هما، الكارديا برك هذا مكان، حنا ربحناهم 1-0، بالك شايف، جا الكارديا برك هذا مكان، الآخرين كاع جدد، ولي كنا فماك مهودين ولينا نحسبو، يعني عقل مي ربحنا المالي قال زيناها يعني مع الأخرى كيسموها. مع الكوتيفوار 26 قال لك صعيب، بعد خدها في حيط. قولها ونعاودها جماعه، هذا المدرب اللي قتل المنافسه ومازال يقتلكم في المنافسه، ما كاينش مشكل، نورمال عادي.
هذا لاريس هذا قادر يديره في الميليو تيرا، يلعب له ميليو تيرا نورمال. بصح هو راه شفته في القائمه دايره في الدفاع، حاسبه في الدفاع ودايره الجهه اليمنى. هذه هي هذه اللي انا نقولها لك ونعاودها لك. لاريس خويا بالك هذه اول استدعاء نتايا ولا عريبي، بالك اول الاستدعاء تاعكم واخر استدعاء لاريس. بالك يعاود يعيط له كاش هكا ولا إذا أنا أخر كان مبليسي عطى ليكم مبليسي ولا يعاود يعيط له. بصح باش يعاود يعيط له أنا وين أنت أصدادقة أصدادقة وجابه والله ما لعبه والله ما طاح سنتيم 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 سورتو دو ماتش اللي فاتو. ما أنا هذا المدرب ما يعيطش اللعابة يجيبهم بصح ما يعيطلهمش. والله ما على بالي كيفاش تعرف باللي لما أنت باينة للناس باللي أودي يلعب خليه يشوفه لا يلعب لا ما يلعبش. من بعد سهلة من بعد حكم عليه سهلة عامل ما كيما بنيطو كيما 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 إيلال كيما هادو كاع كيف كيف هادو كاع فايتين عقلية تاعو كيما هاكا. هذا مكان عقلية تاعو هادي كيما هاكا وصعيب. وهو أصلا هذا المدرب أصلا ما يبغيش يلعب بالدراري الصغار، يبغي يلعب من 30 سنة للفوق. عاد يجي هو معترف معترف بزوج برك. هذه هي هو ماشي قضية مدرب هذاك المنافسة، مدرب هذا طريقة العمل تاعو باينة. غير نتوما كل تربص تبغوا تبينوا باللي با يخدم. هو طريقة العمل تاعو باينة. دس مبولحي جا ديلور، ديلور مكاش جاب مبولحي وهي رايحة. ما شفتوا الندوة الصحفية اللي بغا يدير هذاك المكلف بالإعلام هذاك بوعلان بيبيش هذاك بغا يدير ديك الندوة الصحفية باش تو حتى هو راه كان عنده يمشي حتى قال له حتى قال له وعطاه قاشا يهدر باش راح عنده اش غير هاكا يهدر غير هاكا يهدر غير هاكا ومن بعد يتفرج يشوف. قلت له بالهنا وعلا هدرت؟ يقول له علاه هدرت؟ انا قلت لك لازم والو والو كاش لي يهدر. هذه يا ولاريبي مسكين يا ودي قلت بلي انا غادي نماركي وغادي ندير يا ودي غير ما غير يلعب وصايك الله يجعل لا خليهم يبيعوك وصايك. وما الرجاله او في قطر رجاله كاع ورام ولا نتفرجوا عليهم. هذه هي يا ودي غير ماركي قالوا انا الماركي غير ماركي. انا نقولها لك وهذا المنتخب الوطني هذا ما كاش كاين اللي يقول لك بلي يا ودي على بالنا على بالنا. شوبير كاش خبر على صوفيا، صوفيا اللي يهضروا معها ويعرفوها وكلش عرفت شو مكاش اللي يجبد عليها مكاش اللي يجبد عليها. انا لا يطلق سلاحها مسكينه صح ما كانش يجبد عليها. صوفيا راح راح السفير من الصيني خاطش ما عندناش في وين ما يسكن هذا قاسام هذا غومبيا هذا ما عندناش فماك سفير من السينيغال هوت 700 كيلومتر وصابوها داخله باسبور باسبور جاليه فرنسيه صابوها داخله جاليه فرنسيه. حنا راه يطلق سلاح برك هاد الناس اللي قرب ليها نورمالمو هما يشوفوا هما يعطونا الحصري. هذه هي ماشي يكون على بالهم هذيك ان شاء الله بربي برك. حنايا هذا المنتخب الوطني ماشي قضيه تاع لعابه ماهيش قضيه تاع لعابه قضيه تاع مدرب مدرب فاشل مدرب اللي راه يمشي في سفينه متهلهله مدرب فاشل وراه يمشي في سفينه متهلهله مدرب اللي يخلي لك مباراه كامله تقييم تاع مباراه كامله يهدر لك على 10 ثواني الاخيره يقول لك لا ماهيش تقنيا ماهيش تقنيا وفنيا لا تقنيا فنيا انت المسؤول عليها انت المسؤول عليها الاقصاء انت مسؤول عليه اللي مشاك باغي تامن باللي اقصيد يا اقصيد راك تهضر تقول باللي كون روحت لكم ديما ما روحتش كون هذيك غيقلاحه كون غيقلاحه كون غيقلاحه يمكن لا تهضر عليها هاك هي تبريكولي. انا نقول لك هضر لي القدام شوف لي القدام ما تبقاش تعاود تولي الا بغيت تولي نعاودو نردوك للماتش تاع الكوت ديفوار وقلنا فماك شكون المسؤول قاصا ما الشعب خوانا يقولنا شكون. هذه هي
ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، واللي مشي ابوني معنا يزيد يدخل ابوني معنا، وربي يحفظكم. صحيح.